واليوم صغير لنا الغرس. بسم الله قلتي وين حس التمان. خوك عرفتو كي جيت من الجزائر للمغرب. خوك كان صاحبي كمراد إنسان شريف، جو داو هذه سنين ديتو بظهرك لإسطنبول أنت ممشي للحدود مع العراق. يعني بصعوبة شوية، بصعوبة سيطرات وسيطرات اللي طريق بتقريبا انفجارات هيجي. عائشة أنا في أباك وفي أمك، لما درتيش داك الشي اللي كان نقول لك نضربك.